في آخر الشهر اللي ما مصر بترأسه واللي هيعقد في شرم الشيخ. فكنا بنتكلم عن التنمية المستدامة وأهمية العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء والشمول الاجتماعي مع النمو الاقتصادي حتى نحقق فرص العمل المنشودة. التنمية المستدامة هي عبارة عن تحقيق فرص عمل مش هنقدر نحققها غير لو استثمرنا في الصحة واستثمرنا في التعليم واستثمرنا في البنية التحتية في مصر، وده اللي احنا بنعمله، وده اللي من مصر ان شاء الله تقدم فيه نموذج ناجح للمنطقة واللي تقدر ان هي تكون فعلا نواة لوطن عربي اكثر استقرارا واثمر شمولا واكثر ادماجا للفقراء. بشكل عام خاصة في هذا التوقيت بعد مؤتمر شرم الشيخ. احنا شرم الشيخ كنا بنتكلم عن النمو واجتذاب استثمارات، وكنا بنتكلم ايضا عن التنمية بإدماج الفقراء في كل المحافظات، بإدماج المرأة، بإدماج الشباب، بإتاحة فرص عمل. مش بنتكلم عن اي نمو، بنتكلم عن النمو الشامل، النمو الذي يتيح فرص عمل ذات جودة جيدة والذي يتيح تحسين في خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة.